سيد الوفي، أرجوك أن تحدثنا كذلك عن الرهانات الكبيرة كذلك في هذه الانتخابات، ولا بد أن لا ننساها. هناك انتخابات لمجلس النواب، وهناك كذلك تجديد ثلث مجلس الشيوخ. أرجوك أن تضعنا في آخر الأخبار المتوفرة لديك. أبو، هذا بكل تأكيد هو أمر مهم ليس فقط بالنسبة للمواطن الأمريكي. سؤال جيد جدا، لماذا؟ لأن مجلس النواب ومجلس الشيوخ هناك تقرر اتفاقيات المساعدات الدولية، القروض، المساعدات العسكرية، وكل ذلك يمر في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. الخطة كانت لدى الديمقراطيين هي المحافظة على مجلس الشيوخ وكسب الثلاث مناصب أو الثلاث كراسي التي يحتاجونها لمراقبة مجلس الشيوخ، عفوا، الحفاظ على مجلس النواب وكسب مجلس الشيوخ لكي يدخل جوزيف بايدن إلى مرحلته الرئاسية الأولى وهو مرتاح. هذا الأمر لم يتسنى لهم، لم يفوزوا في مجلس الشيوخ، والأرقام متقاربة. يعني دعني أقول لك أنهم ربما يكونوا على فارق عشرة نواب من الجمهوريين. الجمهوريون أبلوا بلاء حسنا في مجلس النواب. أما في مجلس الشيوخ فاز الديمقراطيون بكولورادو فقط لحد هذه اللحظة، فازوا بكولورادو وخسروا ألاباما التي هي أصلا كانت جمهورية وعادت إلى الديمقراطيين والآن تعود إلى الجمهوريين. إذن الوضع سيبقى على ما هو عليه، يدخل جوزيف بايدن إذا افترضنا أنه أعلن فوزه وقبله دونالد ترامب وأقرته اللجنة الانتخابية وأقرته المحاكم وفاز دونالد ترامب أو فاز جوزيف بايدن، سيدخل إلى مرحلته الرئاسية الأولى وهو كما يسمى بالبطل العرجاء أو لامب داك. أي البطل العرجاء هو مصطلح يطلق على الرئيس الذي لا يتوفر على الأغلبية في كلا الغرفتين في أمريكا. وبالتالي ماذا الذي سيحدث؟ كل قرار يريد أن يمرره عبر مجلس الشيوخ النواب سيمر من مجلس النواب، يذهب إلى مجلس الشيوخ إذا احتاج إلى النسبية، النسبة العامة 51%. يجب أن يحكم جوزيف بايدن بعقلية الرجل الذي يحكم أمريكا وليس الرجل الذي يحكم باسم اللون الأزرق أو باسم الديمقراطيين. بمعنى ذلك أنه يجب أن يضم في حكومته أو في سكرتاريته، يجب أن يضم من الجمهوريين كما من الديمقراطيين، يجب أن يضم كذلك في المراكز العليا من الجمهوريين كما من الديمقراطيين، وهو ما يريد فعله، وهو ما يتناسب وعقلية رجل يبلغ من العمر 78 سنة ويفكر بعقلية توحيد الولايات المتحدة. إذن نحن هنا أمام تحديات جديدة ربما تشهدها الولايات المتحدة لأول مرة في العقد أو العقدين الأخيرين.